ديدي 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 اهلا كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير شوفوا هاد الحبوبه ها نتوما كندير لها بقى قبيله كاش كندير لها بحال هكا كتغبر ما عرفتني جات اختي هنديه المهم البنات لقيتوني غدا خارجه راه جيت قبيله ولقيتوني دابا غدا خارجه وبغيت ندوي معاكم شويه جبت لكم واحد فرصه عمل بالنسبه للبنات اللي جالسين في الدار ملاقين حتى شي خدمه ولا ما كيخليهمش الازواج ديالهم يخرجوا هاد الشيء عادي عادي ما خلاكش راجلك اختي راه ما غاديش ديريها المهم هي طيع الزوج ديالك المهم هاد الخدمه هذه غير من الدار ما غتكلفكمش بزاف الحوايج جوج حوايج متوفرين دابا تقريبا عند كل شيء هما اشنو تليفون والكونيكسيون هاد جوج حوايج اللي خاصهم يكونوا عندكم المهم هاد الخدمه هادي ديال اوريفلام ما تسمعوش اوريفلام وتقولوا غتهزوا الكاتالوج وغدوا الدور ودكشي كيف قلت لكم غتخدمي غير من دارك يكون عندك تليفون وكونيكسيو الا خديتو الاولى غتحسب الثمن ديالها اصلا ما غادي تنقص لكم والو والا خديتو الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه كتنقص لكم 50 درهم بحال مثلا البياسه كانت مدايره 150 درهم كتبقى لكم غير 100 درهم هي من الثانيه كيبدا العرض فهمتوا الا خديتو مثلا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه كتنقص لكم من الثانيه حتى الرابعه 50 درهم في كل بياسه كتنقص لكم 50 درهم وصافي درت معكم هذا العرض الناس اللي غادي يجوا من الطرف ديالي فقط المهم البنات اللي بغات شي حاجه ها لاباج راه ما عندهاش غير هذا لي موديل اللي لبست لكم انا قررت ناخذ داكشي اللي ما عنديش حيت راكم عارفين انا عندي كساوي بزاف قررت ناخذ لجداتي وماما الكسيوات حيت ما عندهمش حيت انا عندي كسيوات خديت هذا لونسومبل ما عنديش بتاتا وخديت هذه القويميلات راكم عارفين تلبسوهم مع السيولات ديال الجين ولا السيولات ديال التوب او مستور كيجيو طوال من اللور هاد الحوايج اللي لبيكم راه كيلبسوهم البنات المحجبات حيت محتارمين وصافي هذا كيف ما كتشوفوا الكبيدات غادي نخليكم لاباج هنا ديال الكسيوات وداكشي اللي وريتكم المهم راني ما خديتش غير راسي خديت الماما وخديت لجداتي ديجا غتشوفوهم في الفيديو اللي حطيت لكم قبل المهم اي قياس كيف ما بغى يكون كتعطيو ليها كتصايبوا لكم بالنسبه لماما وجداتي ديما كيلقاو مشكل في الكسيوات كنكوموندي عليهم فاش كيوصلوهم كيجيوهم مكروزين ولا قصارين من جهه الرجلين فقررت نديرو عند الخياطه تعبر لكم الطول والوزن وحتى الكمام وداك الشيء ومن جيت هنايا راكم عارفين هما هاديو نكونوا شويه غلاض من هنايا فاش كتجيهم كيصوب مكروزه صافي جابوا لي القياس وداك الشيء وصيفطوا للسيده في الواتساب قلت لها القياس صافي وصيفط لي الكساوي في نص القياسات وجاوهم فني كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو وفرحوا حيت ديما كيلقاو مشكل ديما اختي كيلقاو عندهم مشكل صافي وفرحوا وكيف ما كتشوفي انا داك الشيء جاني زوين وفن المهم هاد لاباج اللي غادي نخليها لكم هنايا البنات اللي